السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. لا بد أن العديد منكم يريد معرفة مدى قوة جهاز الخاص به. هل هو قادر على تشغيل ألعاب الفيديو؟ هل هو قادر على تشغيل بعض البرامج؟ هل لديه كفاءة عالية لاستخدام هذه الأشياء؟ إذا كان يهمك الأمر فتابع معي أشرح. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتحدث عن أداة الواي الموجودة على جهاز الحاسوب الخاص بك وأنت لا تعرف هذه الأداة. هذه الأداة تقوم بفحص الحاسوب الخاص بك، هل هو قادر على مجموعة من الأمور. إذا كنت تريد معرفة الكمبيوتر الخاص بك بشكل كامل، أمر بالغ الأهمية لتأكد من جميع المكونات تعمل بشكل صحيح. يعد مؤشر تجربة الويندوز طريقة بسيطة وعامة لمعرفة أداء الكمبيوتر الخاص بك على مقياس يتراوح من 1 إلى 9.9، حيث يمثل 9.9 أفضل نتيجة ممكنة. ويعد مؤشر تجربة الويندوز أكثر فائدة في العثور على الاختناقات، وتشير النتيجة المنخفضة في فئة معينة إلى وجود مشكلة في الأداء. إن كنت تتساءل عن كيفية ترتيب الكمبيوتر، فستحتاج إلى تشغيل مؤشر التجربة، يعني الويندوز أو الواي. سينظر مؤشر التجربة الويندوز في الرسومات سطح المكتب والألعاب الثلاثية أبعاد، وكذلك معدل نقل الذاكرة التي هي الرام ومعدل نقل. على سبيل المثال سوف نقوم بالخطوات التالية من أجل تشغيل هذه الأمور. سوف نقوم في البداية التوجه، نذهب إلى الحاسوب الخاص بنا بهذا الشكل. نقوم الآن بالنقل على ضغطة زر الويندوز بهذا الشكل، ثم نذهب إلى محرك البحث، نقوم بكتابة هنا ويندوز باور شيل، تقوم بكتابته هنا ثم تقوم بتشغيله كمسؤول بهذا الشكل، تقوم بنقل هنا على يس. بعد ذلك سوف تنبثق معك هذه النافذة. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بكتابة هذا الأمر ثم تنقل على أنتري. بعد ذلك سوف تظهر لك هذه النتيجة. سوف نقوم بشرح كل واحدة على حدة. على سبيل المثال القيمة الأولى التي تظهر أمامنا سوف نشرحها CPU score، يعني تعني أداء المعالج في عمليات الحسابية في الثانية. بالنسبة للأمر الثاني أداء الرسومات ثلاثية الأبعاد الذي هو D3D score. أما بالنسبة لديسك سكور، معدل نقل البيانات للقرص الصلب الأساسي. جرافيك سكور، أداء سطح المكتب والرسومي لنظام التشغيل الويندوز. الخامس ميموري سكور، ذاكرة العمل يعني الرام، عملية الذاكرة في الثانية. أما بالنسبة للوين اس بي ار ال ليفل، تصنيف الإجمالي يتوافق مع أدنى تصنيف جزئي. بالنسبة للمعدل تذكر أن 1 هي القيمة، هي أقل نتيجة، بينما 9.9 هي أعلى نتيجة. إذا كنت من هواة الألعاب أو مستخدمين المحترفين الذين يبحثون عن أفضل أداء، ففكر في إلقاء نظرة على أي نتائج تحصل على 7 أو أقل. على سبيل المثال تعني ديسك سكور المنخفضة أنك قد ترغب في شراء محرك الأقراص، يعني يجب عليك أن تركز على هذين الاثنين، أولا ديسك سكور وكذلك الاس دي دي وكذلك الاس اس دي وكذلك الجرافيك. ركز على هذه الثلاث أشياء لأنها مهمة في تشغيل الألعاب وغيرها. وقد تعني لك ميموري سكور المنخفضة أنك بحاجة إلى مزيد من الذاكرة، يعني يجب أن يكون الحاسوب الخاص بك يتوفر على قرص جيد جدا، يعني ديسك سكور يجب أن يكون قرص SSD ليس HDD. وكذلك جرافيك المنخفضة يعني أنك بحاجة إلى شراء بطاقة للفيديو أفضل. أما بالنسبة لميموري سكور يعني إذا كانت منخفضة فإنك بحاجة إلى شراء رام جديدة للحاسوب الخاص بك. أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.